Jimmy Kérouz, c'est aussi un premier film, c'est un Libanais. Le film s'appelle Broken Keys. انتصار لبناني جديد بعالم السينما مع انتقال فيلم Broken Keys لمرحلة الترشيحات الرسمية بمهرجان كان، رغم أنه المهرجان معلق هالسنة بسبب إجراءات كورونا. الفيلم تم اختياره مع 55 فيلم آخر من بين أكثر من 2067 فيلم، وهو عن قصة شخص بيتكسر البيانو تبعه بالحرب بين العراق وسوريا وما بيقدر يصلحه لأنه المتطرفين ما بيقبلوا الموسيقى. البرودكشن بلشناها بأول أكتوبر، رحنا على الموصل وصورنا بآخر منطقة وين حربت وين حرب داعش، ورجعنا على لبنان. كانت الثورة مبلشت صار لها يومين، فأكيد وقفنا تصوير، نزلنا تظاهرنا، فكفينا الفيلم، خلصنا بديسمبر التصوير، واجت كورونا بمارس. كنا عم نعمل بوست برودكشن. الفيلم بيشارك فيه عدد كبير من النجوم والمواهب الجديدة: طارق يعقوب، عادل كرم، رولا بقسماتي، سارق بكنعان، بديع أبو شقرة، حسن مراد، جابرييل يمين، منير معاصري، جوليان فرحات وغيرهم. والأهم بهالفيلم أنه بيشكل فرصة جديدة للبنان للوصول لأهم المهرجانات مثل كان والأوسكارز من بعد القضية 23 يلي كان أول إنتاج عربي لإزيكيال بالأوسكارز. هي الأكاديمي of Motion Pictures Arts and Sciences يعني بتاعة الأوسكار عندها 2 criteria تا فيلم ينقبل: يا بدك تربح in one of the Oscar qualifying festivals يعني مثل كان، أو بلدك بده يرشحك. البوش تبع كان أنه تصور أحلى بوش، هو إذا جاب لبنان تعمل فيلم عن جد مانا كتير هين أبدا، يعني ما عندك، مش مثل أمريكا، أنا مانا بأمريكا، مانا بأوروبا وين مثلا الدولة بتدعم هالشي. توفقنا كلنا يعني أنا والإكيب، وكان عنا هيك يعني، ولكلي we had someone like أنتون سحناوي who was the producer كان معنا، ولو ما منه ما كنا قدرنا نعمل فيلم، وأكيد مش بهالسرعة. C'est une promesse du président Antoun Sehnaoui de toujours rechercher à faire briller le Liban sur la scène internationale. Cette promesse, nous en avons fait à Ezekiel Film Production notre état d'esprit quotidien. C'est la preuve aussi que le pays, le Liban, regorge de talents, de nouveaux talents qui peuvent emmener le Liban partout sur la scène internationale. فيلم جديد من لبنان مع المواهب الشابة والطموحة رغم كل ظروف لبنان الصعبة، ليبقى دايما طريق النجاح اللبناني مفتوح لكل العالم.